سلام بنات، من الناس كلهم بخير وعلى خير. ها انا بنت معاكم في فيديو اللي فات قلت لي يا زينة علاش ما بنتيش معانا. بصراحة انا كنت باغا غير ندوي على خاطري ونتقاسم معاكم التجربة ديالي. شي بنات قالوا لي يا زينة علاش دويتي في هذا الموضوع، انتيا مازال حامة علاش دويت؟ لانه كتجيني رسائل كتير، بزاف ديال البنات وقع لهم اجهاض وبقاو فيا مساكن. قالوا لي عافاك زينة تقاسمي معنا التجربة ديالك، ولهذا طلعت ودويت على التجربة ديالي باش نخفف عليهم واحد شوية. مهم البنات، انا رجعت في الفيديو ديال اليوم باش ندوي على واحد ثلاثه المواقع. الموقع الاول هو شان، الثاني هو رومواي، والاخر هو دريس لينك. صيفطوا ليا المنتوجات وانا غادي نعطي فيهم رايي الصادق. اللي بغات تشوف معايا المنتوجات اللي صيفطوا ليا تبقى معايا حتى الاخر، ما تديوش على التريكو ديالي راه مكملش. بصراحه ما عنديش الوقت، مشيت حطيت بنتي في المدرسه، جيت جمعت الدار درت الغداء، قلت نصور لكم دغيا قبل ما نمشي نجيبها من المدرسه. غادي نبدا اول حاجه بموقع رومواي اللي صيفطوا ليا هاد السيرفيتات. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها في الكحل، وكتجي مع السروال ديالها. ها هو، غادي نخلي لكم واحد الصوره على هاد الجنيب باش تشوفوها كيف كتجي في اللبس. انا ما غاديش نلبسها اليوم. المهم هي ديال الشتا بصراحه، ماشي ديال هاد الوقيته، مبطنه مزيان من الداخل. معرفتش واش غتبان لكم، مبطنه مزيان وسخونه مزيان. الديفو الوحيد فيها ملي كتصبنيها كيبقاو فيها هاد الخميطه، شفتي هانت كما كيبان لكم انا صبنتها وسستها ومع ذلك كيبقاو فيها هاد الخيوطه. لا طاي جات لي هذيك، خديت اكبر طاي. راكم كتعرفوا لي طاي ديال الشينوا راه كيكونوا صغار، ف الا كنتي ميديوم خدي ال ولا الاكس ال. صافي هانت ها الشكل ديال السروال من التحت، يعني عاديه ماشي شي حاجه اللي واو، وعاديه بصراحه. شي حاجه اللي غادي يعني غتضربي بها واحد 6 شهور صافي، يعني ما غاديش تسني انها تبقى عندك واحد العام ولا عامين ولا. المهم راه كتعرفوا حوايج ديال الشينوا كيكونوا قال لك عند رخص وكتخلي نصو يعني باش كتعدي. وعلى العموم اصلا هاد الحوايج ديال الشينوا يعني البنات اللي كيبغوا يبدلوا بزاف يشريوي، البنات اللي كيبغوا لا كاليتي ما كنصحكمش انكم تشريو من عند هاد السيت ديال الشينوا. المهم هذه هي السيرفيت الاولى، ندوزو للسيرفيت الثانيه حتى هي سخونه ديال الشتا. هذا هو الفوق ديالها كما كتشوفوا، راه غادي نحط لكم حتى التصويره ديالتها. وهذا هو السروال ديالها، قلبتو في هاد الجويبات من هنايا، شفتو زوينه بصراحه. هاد الكري عجبتني على هذيك الكحله، هادي شفتو التوب ديالها راه زوين. الا بغيتو تاخذو خذو هادي بصراحه، ما تاخذوش ديك الكحله. الكحله في المنظر ديالها زوين، ولكن الكاليتي ديال التوب ديالها خايبه بزاف. صافي حتى هي راه مبطنه من الداخل، قطنيه من الداخل الصراحه. المهم هادي عجبتني على الاولى. اخر حاجه صيفطوها ليا سيتروم واي، صيفطوا لي هاد المخده اللي شفتها في التصاور بصراحه قلت واو واعره، ولكن ملي وصلتني عاديه جدا وندمت بصراحه علاش خديتها من عندهم. ما نصحكمش انكم تشريوها، زيفي كاع الدروان يلا ما ديرش عليا اليوم. المهم تاني نسيت خديت منه الحويجات وهو دريس لينك. اللي عجبني في هذا الموقع انه في اقسام معدده، في قسم ديال البنات، قسم ديال الرجاله، وقسم ديال لي بيبي. اكيد انا مشيت للقسم ديال لي بيبي وخديت الحويجات اللي خاصيني. اول حاجه خديت هذا الكبيبيت اللي عباره عن دبدوب، لاكاليتي ديالته زوينه بصراحه وكتسخن، يعني كتلبسي غير البيبي واحد شي حاجه خفيفه من التحت وكتلبسي له هذا من الفوق. خديته في المارو. ثاني حاجه خديتها وخديت لي هذا المنطه اللي عباره عن حتى هي بحال بينوا نقولوا، ها هي راه كبيره حتى هي فيها هذه اللعيبه من هنايا. تديها معك السبيطار تلوي عليها البيبي كيبقى سخيخن. خديتها في الزرق الفاتح عجبتني حتى هي، وخديت له هاد البينوار، بينوار ديال الدوش هو بالحزام ديالو. المهم داكشي راه كله صغير ورا ديال التربيه، وتا هو فيه التويشيه من هنايا. وخديت لي هاد الرقايات، حنا كنقولو رقايات نتوما ما عرفتش اش كتقول لهم. خديت له ثلاثه بصراحه، الجوده ديالو زوينه، بغيت غنفتح ونوريكم.
مين كيتفتح هاد الشيء؟ شفتو لاكاليتي ديالتهم واعره بصراحه. فاش شفتهم يعني تصدمت بحال مارك سبنسر هنايا اللي عندنا. خديت منهم ثلاثه دجوج ثلاثه او خديت هاد الترموميتر لقياس الحراره. ما عنديش بصراحه، عندي واحد داك كديري تحت انا ولكن ماشي عملي بصراحه، خصوصا ملي كيبدا يكبر الدري. هذا كتحطيه على الجبهه ديال البيبي، ماشي كتقربي، ما كتقربيش غير عن بعد، وكياخذ لك المقياس ديال الحراره وكديري فيه الحجره. المهم انا غادي نجربو ونعطيكم الراي ديالي فيه من بعد. وصيفطوا لي هذا الماسك الاسود، كلشي مكتوب بالشينويه، ما غاديش نغامروا، غادي نديرو ونخرج على بشرتي. المهم البنات اللي شراتو فيكم تعطيني الراي ديالها فيه لتحت، هو غادي هو مكتوب فيه بلاك ماسك على ما اظن للرؤوس السوداء. واخر حاجه صيفطوها ليا، صيفطوا لي هاد السبرديله، ها هي زوينه بصراحه بيضه، كنحماق على السبرديلات البيضين ما عرفتش علاش. وهذه راه كيشعل فيها الضوء من تحت، لاكاليتي ديالتها زوينه، غير انا رجلي في طحين ما نكذبش عليكم، فكنلقى واحد الصعوبه باش نشري الصبابط، يعني ضروري خاصني نجربهم. المهم راه جات مع هاد الباتري ديالها، لان كيشعل فيها الضوء لتحت، هانتوما هاد الشكل ديالها. صراحه ما عندي ما نقول فيها، غير قلت لكم انا رجليا واسعين من هنايا يعني، وهي غدا طويله. البنت اللي رجلها غدا رقيقه تاخدها، اللي رجلها عريضه بحالي واسعه من هنا ما تاخدهاش، لانها جاتني شي شويه مكروزه من هنا. فغالب الاحيان غادي نعطيها لاختي. هذا العموم زوينه بصراحه، عجبتني وما عندي ما نعيب فيها. قلبتها ها هي هكا. اخر سيت غادي ندوي عليه وهو سيت شان، صيفطوا لي هاد جوج مخدات اللي وريتكم في الاول، اللي صيفطوها ليا حتى موقع رومواي، ما عجبونيش الصراحه، لا لاكاليتي لا اللون، ما نصحكمش انكم تشوفوهم البنات. وصيفطوا لي هاد السبرديله ولا ميني بوت ولا السبرديله اللي بغيتو تسميوها. ملي شفتها قلت واو، ملي وصلتني عادي جدا. المهم اللي لاحظت البنات في هاد لي سيت شينوا ان هنا كيكون عندهم رقيق، فاللي رجلها عريضه مفطحه بحالي ما عندكم ما ديروا بصبابطهم، اللي رجلها صغيره من هنا من القدام فممكن تغامر. هي عاديه بيني وبين صراحه، ماشي شي حاجه اللي هي واو، ماشي شي حاجه اللي هي خايبه، عندها هاد القمه من التحت وراها سخونه حتى هي ديال الشتا. كان المشكل عاوتاني خديت لاطاي كبيره، يعني ملي كتاخدي شي حاجه اونلاين كتغامري بصراحه، كتوصلك وتقدر تجيك تقدر ما تجيكش، هذا هو المشكل ديال ملي كتبغي تشري شي حاجه من الانترنت. على العموم قلت لكم بيني وبين يعني اللي بغات باش ديباني واحد 3 شهور 4 شهور فتاخذ من لي سيت شينوا، اللي كتقلب على الجوده ما عندها ما دير بهذا الشيء. على العموم البنات كنستنتج بان السيت ديال دريسلينك الجوده عنده شويه طالعه على لي سيت الاخرى بحال رومواي بحال شان. هادشي اللي كان بصراحه، الا عجبوكم هاد الحويجات وبغيتو تشريو منهم راه غادي نخلي لكم كاع الروابط لتحت، وقول لي كيجاكم هاد الزويف هاد الغوص واخا مكمش وعجبكم نخليه بحال هكا نبقى نصور هكا، ما عجبكمش قولوها ليا. المهم راه دائما كناخذ بعين الاعتبار التعاليق ديالكم، وكنقول لكم تهلاو في ريسكم وغادي نتوحشكم من هذا الفيديو الجديد. موح عليكم.